كابتن عمرو النهارده زي ما كابتن عبد الظاهر قال، لقاء الدور الاول 6 اهداف، والنهارده كمان الفرقتين وضعهم ما يتحملش انه يدافع ويقفل ويستنى الخصم يعمل اللي هو عايزه وهو يبقى رد فعل. هل ده معناه ان احنا هنتفرج على لقاء مفتوح النهارده؟ بص، انت هتتفرج على 2 مدربين كشري، على فكره الكره بتاعته كلها مفتوحه، صح. بيهاجم على طول، بيشتغل شغل هجومي بشكل كبير، مش بيدافع خالص. كذلك برضو ايهاب جلال، ايهاب جلال بيعتمد على ان هو بيطلع من الكره من ورا لقدام بشكل منظم، لكن دايما مدرب هجومي يعني. فانت النهارده هتستمتع بكره الشامله، الكرة اللي هي المفتوحة اللي مش هتلاقي فيها الشكل الدفاعي اللي هو المقفول. فأعتقد أن المدربين هم اللي بيتحكموا في الريتم دوت، وأتمنى يعني أن احنا يعني نستمتع بالمباراة دي، لأن فعلا الإسماعيلي من زمان يعني نفسنا نتفرج على الكرة بتاعته بجد. الإسماعيلي دايما يعني كان فعلا من أندية الدوري الممتاز اللي يعني الممتعة يعني يعني الكرة البرازيلية. فأعتقد إن شاء الله بإذن الله نستمتع بالمباراة النهاردة.